والنبي عليه الصلاة والسلام نبينا كان إذا حزبه أمر، إذا ضايقه أمر ماذا يفعل؟ فزع إلى الصلاة. وإبراهيم لما وقع فيها الكربة كبر وصلى، كبر وصلى. والله يا إخواني إن للصلاة من الأثر في كشف الكربة شيء لا ينكر أبدا. أنا قبل أيام جالس مع واحد من زملائي في الجامعة ويحدثني عن واحد من عياله يمكن في أولى جامعة تقريبا أظن أو قريبا منها. الولد يسهر برا البيت دائما والأب يهاوش عليه وكذا. المهم ذاك اليوم يقول اتصلت به وينك؟ قال أنا جالس في الاستراحة. يا ولد لا تجي 11 ونصف الليل لو أنت في البيت. يقول جت 11 ونص أتصل، قال طيب جاي جاي، ثم قفل جواله. يقول فغضبت غضب شديد لأني دائما أنبه لا تمشي مع كذا، لا تذهب إلى كذا. يقول فنزلت وأقفلت أبواب البيت كلها اللي في الحوش، وجئت حتى المدخل السيارة وفصلت الكهرب حتى ما يقدر يفتح بسيارته، خل هي قعد في الشارع يتأدب. يقول فحاولت أني أنام ما قدرت من الهم. فلما جت الساعة تقريبا 3 بالليل وإذا أسمع الولد قد قفز من فوق الجدار، أسمع هبدة في الحوش يعني، وانزل له وأهاوش وأخذ مفتاح السيارة وأبصق عليه وأضربه من شدة الغضب وأفتح الباب وأدفه. قلت ما عاد أبغاك، انقلع ما عاد أبغاك، جايين الساعة 3 وأنت عندك بكرة دراسة وليست أول مرة ورائحتك كذا. يقول صعدت فوق وأخذت زوجتي تلومني ما هو بأسلوب أنت هد أعصابك. يقول كان أمامنا يعني زي سفلته أو كذا وفيه شاحنة موقفة حقت سفلته. يقول والله ما أمداني أدفه، وهو يقول هد أعصابك يا أبوي وأطلع فوق. كملت 5 دقائق وأنا ما أدري وين أين سيذهب، لا سيارة وجواله منتهي الشحن. يقول والله ما أمداني أطلع فوق إلا الشاحنة اللي قدام البيت تحترق تشتب نار. قلت في نفسي هذا الولد ركب فيها وشب في نفسه. يقول فأصابني مثل الجنون وأتصل على المطافي ويجون وأنزل أنا أبغى أقترب ما أقدر، نار تشتعل تشتب ممكن تنفجر. وطبعا ليست يعني يبدو ما فيها وقود أو كذا، يمكن يعني رأس شاحنة أو قلابي أو كذا، يعني ما أظن أحد يعني حريق عظيم أيضا. يقول ما استطعت، كنت أني أنجن أدور أدق على جواله مقفل أدور في الحارة أمداه يختفي، ما كملت 5 دقائق. يقول وأخذت الأم تقول لي الله يفعل كذا ويسوي ليش أنت هذا ولدي. يقول فتوضأت تذكرت حديث كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. يقول والله أتوضأ وحنا الساعة يمكن 4 في الليل وكبر وصلي وأنا أنتفض أخي هذا ولدي ما هو يعني. يقول كبرت أصلي ولما سجدت انفجرت باكيا وأخذت أقول اللهم كن معي وأدعو. يقول ثم بدأت أقسم اللهم إني أقسم عليك أن ترده الآن أقسم عليك. يقول وأنا أدري لو أطل مع الدريشة شفت المطافي يطفون حريق. أقسم عليك أن ترده الآن أقسم عليك أن ترده الآن الله. يقول أبكي وأنا أصلي وأجلس في سجدتي يمكن ربع ساعة. يقول وأنا قاعد أصلي أذن الفجر، خلصت من صلاتي ونزلت وإذا الولد يعني أصلا كان في البيت وهو ما يدري، هو أصلا طلع وقفز ثانية من البيت لكنه جاء في الحوش الخلفي ورقد. يقول طلعت بصلي والتفت في الحوش والقى الولد راقد. قلت لا إله إلا الله وأجي وقومه وألمه، عاد صار فيلم يعني عاد بعدها. المقصود من هذا أن المرء إذا حزبه أمر يفزع إلى الصلاة. نبينا صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. إبراهيم عليه السلام حزبه أمر فزع إلى الصلاة.